كل حميم و... وزعما وقريب من لا فامي ديالنا السيد، فهمتيني؟ يعني تيجي قريب جدا ديالي. واش نقول لك هذا الانسان، واش والله ما عرفتش نقول الهضره ديالك، ما عرفتش نقول لك لا اله الا الله محمد. واخويا اش نقول لك، واحد الطريقه مؤسفه شمي ما توقعناهاش، فهمتيني؟ يعني ذاك الانسان ما عندوش سمع الطوموبيلات ولا ركيب ديال الطوموبيلات، كل بغى يدير شي طوموبيل كل بغى يدير شي هادي ما كل دار. مسكين في الكارتي حدانا على جدو وقف مع صحابو، واش فهمتيني؟ يعني بزاف ديال الحوايج اش غادي نقول لك، يعني مسكين مشى صغير وماشي ديالو، فهمتيني؟ ولكن اش غادي نديرو، بغى الله دار الله. اخر مره شفتو؟ ونيت ذاك النهار نيت كان في العشيه، واش فهمتيني؟ كان عندنا في الدرب التسيارة اللي كان غيسوق بها الدري اللي جا ساق بها، دار واحد الطريقة غير عادية في السوق، أنا مش فهمتيني، هنا في الشارع النيل، وكان مشى تيستا في الزمامرة في الصباح، فهمتيني؟ وجا في العشية كيما تيعاود الصديق ديالي تا هو واحد الدري، غادي يكون معار في ساحة الزمامرة، مشى كان مشى دار تيستا عندهم، غادي عندهم بالعشية، غادي عندهم حتى هو كان قال الدري ابوس واحد الدري ديال الصحافي تا هو والدرب، قال لي راه فيا الجوع راه ما واكلش من النهار كامل، مشى تيستا يمكن مشى السينا معاهم يمكن، اش فهمتيني؟ دار النهار ما كلا ما والو، علاش جا الجوع ديك الساعه في العشيه بالليل فاش بغاو يمشيو ياكلوا؟ صاحبي ما قسمش لي كاع، مشى كاع ياكلوا وداروا ديك لاكسيدو. قدر الله وما شاء. هادشي اللي مشيتي عند المصحه؟ ويلي النهار الاول في لاكسيدو اش غنقول لك، دخلنا لداخل لا اله الا الله محمد رسول الله. 22 يوم هو راقد في ديك المسحه. وقلت 23 يوم. 23 يوم. واش فهمتيني؟ هو في الكل وبزاف يعني راه ماشي عنده كسر على مستوى الصدر، على مستوى الصدر العنق وفي الراس، واش فهمتيني؟ سيرتو الحاجه اللي خايبه هي ديال العنق وديال الصدر وديال الراس. كان عندكم امل انه يرجع للحياه؟ واش واش نقول لك، داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، واش فهمتيني؟ شي حتى الاكسيدو مثلا تشوف الاجزاء ديالها تتقول صعيب صعيب بزاف، واش فهمتيني؟ وكنا تنترجاو من الله يكون شي حاجه بيد الله، ساعة بغى الله دا الله. هو كان بالنسبة لك أخ الأصغر ديالك؟ ماشي راك ماشي فيها كاع، راه خو الكبير كاع اللي في برا مسكين، راه ماشي راه ما كناش نتفارقوا يعني، أنا بقيت تنعقل على الزيادة ديالي. راه بعدك درت واش فهمتيني؟ تنعقل على الزيادة ديالي. واش نقول لك أخويا، تا العين تا يا أخويا العين حق والسحر حق، واش فهمتيني؟ تدري باقي جون أخويا، تا تبعتك العين أخويا، لا إله إلا الله، والله يصبر ميمته ويصبر خوته ويصبر بواه، هادشي اللي غادي نقول لك. واش نقول لك؟ ذاك الانسان خالق بزاف وما كاينش بحاله، وتيبغي الخير لعباد الله، واش فهمتيني؟ تيبغي الخير لعباد الله بزاف، وما تسمعش منه كلمه ديال العيب، يعطيك وقتك بزاف ديال الحوايج، وما يبقاش واقف في الدرب بزاف، يعني ايفوا تيجي اغلبيه مع مو الدار. فهمتيني؟ شويه يبقى يعزل صحابو، دري عنده شي ثلاثة صحابو، واحد الدري نوفل تيدير البوكس، واحد الدري واحد الدري خو صاحبي انا عقلت تقول له كان كنعقل على الثنية ديالو صاماريا، واحد الدري خو، هادو هما ثلاثة صحابو اللي ما تتفارقش معاهم. وشو سبحان الله راه هذا، وما كانش غادي يمشي في هذيك السيارة، كان غادي يمشي واحد السيارة أخرى ما بغاش ديماري ليه، والله العظيم والله ما كان غادي يمشي في هذيك الطوموبيل. شوف الله بغى الاقدار اش غادي دير، الله يرحمه، انا لله وانا اليه راجعون. شي رساله للعائله ديالهم؟ واش نقول لك اخويا، حاجه وحده والله يصبر ميمته، هو الوحيده هي اللي كانت عندها معاه بزاف، مو هي اللي كانت مكونيكتا معاه بزاف، وتصور نهار لاكسيدو صاحبي راه غادي يسيد في الطوموبيل وتيدوي مع مو في التليفون، نهار طرات لاكسيدو مو حسب شي حاجه، قالت لي الدري راه واقع عليه شي حاجه، التليفون ما تيصون عليه وما تيجيش. هادشي اللي كنقول الله يصبر ميمته، مازال الاب ديالو تبارك الله راه واش فهمتيني يعني صابر، ولكن الام ديالو هي اللي ما قدراتش تصبر، الله يصبرها، الله يصبرها على فراقها. الله يصبر الجميع. امين. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.